لساعات طويلة تحت الشمس وفي نهار رمضان. يصطف هؤلاء الأطفال كل يوم للحصول على حاجتهم من مياه الشرب، إذ يعتمدون كليا على ما يحضره لهم هذا الصهريج من مياه، والبعض منهم قد لا يعود إلى منزله بأكثر من 30 لترا من المياه تمكنه وأسرته من التغلب على العطش. الناس يعانوا من شحة المياه، ولذلك يساربوا على الماء من واحد الظهر أحيانا إلى 4 وأحيانا إلى 6 وأحيانا ولا يجدوا الماء، فكل يوم نفس المعاناة هذه. نحن نعبي ماء، أصلا ما فيش معانا ماء، والوقت غالي، ما في إلا فاعل الخير هنا، ونتجمع من الساعة 2 بين الشمس. هؤلاء يبدون في أحسن حال ممن لا تصلهم مياه السبيل في بقية الأحياء، فالآلاف من المواطنين في المدينة يلجؤون لشراء المياه بمبالغ باهظة، فيما البعض الآخر يلجؤون لجلب حاجتهم من المياه من خزانات المساجد، لا سيما مع نضوب عشرات الآبار الارتوازية. وتتحكم الميليشيات الحوثية بالأحواض المائية في مناطق سيطرتها بمنطقة الحيمة شرقي تعز. المصادر الرئيسية للمياه للضخ في محافظة تعز أساسا موجودة تحت سيطرات ميليشيات الانقلابية في الحوبان، وهي ترفض حتى اليوم رغم وجود بعض لجان الوساطة المحلية وأيضا الدولية من الضخ إلى خزانة المؤسسة حتى يشرب الناس. مدينة تعز كانت تعتمد على 88 بئر جوفيان موزعة على عدد من الحقول، هي حقول الرئيسية الثلاثة المتواجدة في منطقة الضباب ومنطقة الحوقلة ومنطقة الحيمة. كل هذه الحقول متوقفة تماما منذ بدء الحرب. أكثر من 2 مليون نسمة في المدينة يتهددهم العطش بعد أن دمرت الميليشيات الحوثية مؤسسة المياه وشبكتي الضخ والإمداد تدميرا ممنهجا كلف قطاع المياه في تعز خسائر بملايين الدولارات وفاقم من معاناة السكان في المدينة. السعيد، الحدث، تعز.